مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي وجولة جديدة على أخبار طلاب الأكاديمية. بداية منقول حظ موفق لمحمد سعد يلي غادرنا مبارح، ومبروك لحنان وشانتال يلي نالوا فرصة جديدة حتى يتابعوا المغامرة. أما بداية حلقتنا الليلة فرح تكون مع صف بتي وتمارين مسرحية جديدة بتساعد الطلاب على أداء أفضل. مرحبا. مرحبتين. كيفنا؟ شو فينا نعمل؟ رح أنا هلأ أطلب منك تطلعي. أوكي. أنت وشانتال. أوكي؟ بدي خلي شانتال تلعب دور رفيقتك دينا يلي جابتك على هالقهوة. أوكي؟ يعني تنفترض قالت لك تعي معي على القهوة، في صاحبة، في رفيق، يعني جاي برفيقه لذيذ وهيك بغنن عارفك عليه، بجنن بياخد العقل، إنه هي جايبتك وطلع هيدا رفيق تقيل الدم وغليظ. اوكي؟ بدكم تتخانقوا، بدنا نفترض انه فل هيدا الصبي. وانت اول جمله بتقولي له هيدا يا لذيذ المهضوم الحلو هلكتيني فيه كل هالوقت، هتبقيش مشهوره، جيبي لي ده. ماله ده؟ لا ده باين، يعني ده باين انه انت عارفه انت عملتي هنا ايه؟ يعني انت كنتي استفزتني، كنتي اقل من عادي، استفزتني اكتر. استفزتني انا، انت ما قدمتيش حاجه اصلا، انت قاعده. اسمعيني اقول لك واحد الحاجه، دابا تعصبت رح القطك بشعراتك، انتبهي. اوكي؟ وبس تحسي بريسيون بتنزلي مرتين. اوكي. اوعك مد ايدك علي، لك اوعك مد ايدك علي، خلص بقى خلص. ما تضحكي، هذا ما بتضحكي، يلا اعملي لها اياها. بصي اقول لها على حاجه، انت عارفه انت عايزه ايه؟ اوكي ماشي. بدات النهارده هاي بتتحول دلوقتي. ضربنا كتير. لا لازم ايه منيحه، لازم تنتبه. عم اقول لك مرتي الجايه بنعمل تمرين عنف، كله عنف، بس ننتبه وبنتفق. هو فكره ان العنف ساعات ممكن يبقى عنف بجد، فانا عايزين نخليه فيك فيك، بس انتوا اذا متفقين على الموضوع هو تمثيلك بخلي انه انت موجوعه. صداقه الطلاب بتنمى يوم بعد يوم بالاكاديميه، لكن مرات اي تصرف بيخلي الطلاب يعيدوا النظر بعلاقاتهم ببعضهم. هايدي عم تشعر انه محمد عباس تغيرت طريقه تعامله معه. بقيتي تهتم بيا وتقول لي هايدي تغني ايه؟ كل مره انا لازم اقول لك. سمعت اه منك هوا لمين؟ سمعتها لكل اللي كان مهتم يسمعها. سمعتها لمين؟ لكله. مين؟ اللي مهتم يسمع. مين اكتر ناس سمعتها؟ امي. علي ومين؟ علي ومين؟ ماشي، بس المين التاني ده بقى جه حفظني عرب، قال لي الاحساس ده مش حلو، خليه احسن. زمان كانت تيجي تقول لي تعالى سمعني يا إيه؟ تعالى سمعني يا عباس، طب دي حلوه يا عباس، طب دي كويسه يا عباس، طب اقول في دي يا عباس. خلاص بقى راحت عليا. مش راحت عليك يا عباس، بس انت بجد يعني انا كده بحس ان في معرفش ليه مساحه قد ايه بصراحه، صح ولا مش صح؟ لا انت مش حاسس بكده؟ لا خالص والله، بس زي ما قلت لك على فكره انا مش محصور، يعني انا مش حاصر نفسي مع شخص، بس مش هقولك انت حاسه نفسك، بس يعني هنقول برضه شبه. لا مش فانا قلت عادي، يعني وعلى فكره دي مش حاجه وحشه، بس انا بتكلم ما تجيش تلوميني انت. لا بس انا بحب رايك بجد. يعني طب والله هو اصل المشكله في حاجه، وبعدين في حاجه ان انا كل ما بقتش باخد رايك في حاجه بقيت بيجي انتقادات عندك حاجه غلط. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا واحد من الناس حياتي هنا في الاكاديمي شويه بقى مثلا بسمع الاغنيه، شويه بقى قاعد مع حد بيسمعني حاجه او الكلام ده، ممكن ما اركزش. ما اعرفش انت ساعتها لسه بتسمعي ولا لا. انت قولي لي من اخر مره كنت غنيت قدامك كانت اغنيه سنين، يا سنين اللي راحت، يا سنين سمعتها. ما اعرفش بس يعني سمعتها لك و يعني بس ما تنسيش ان انت يوم ما سمعتني مدام كارلا دخلت علينا، كانت اول مره اسمعها منك، ما لحقتش اقول لك اي حاجه فيها ساعتها، ما كنت بتفتح فظيعه مدام كارلا جت، فاكره؟ بجد؟ اه والله، يعني كنت بغنيها قدامك لما قلت لها ما انت طلعتي وجيتي بعد كده. يعني غير مثلا ما كنت بغني مثلا انا كل ملكك، غير مثلا ما كنت بغني متغربين، كنت فاهم بحس. ايوه تعالي قولي لي السبب، انا ما اعرفش ساعتها انت بتغني، يعني انت مثلا ممكن قاعد في اوضه وانت عماله بتسمعيها تاني في اوضه او مثلا بتحفظيها، وانا ساعتها ما اعرفش. تعالي قولي لي. طب ما رافائيل بيناديلي يقول لي اسمع دي، دينا نادت لي، سهيلا نادت لي،
حاضر. بعد كده يا ست عندي. لما تاخدوا اغنيه عندي. انا اطلع اولا نطلع نسمع دي وبعد كده لما تاخدوا اغنيه هسالك قبليها يعني ماشي. هسالك ونقعد نسمع انا وانت ما تزعلي نفسك يا ستي. يا عم ازعلي انت بس ايه ما تفكريش ان في مساحه والكلام الفاضي ده عشان هو ما فيش الكلام ده خالص. طيب انت عارفه انت ايه ما هو انا عشان عارفه انا ايه يعني فاهم حبيت اقول لك الكلمه دي بس زي ما قلت لك انا يمكن لقيتك انت اخويا وعارف كويس قوي من اول ما انا بقول لك ايه انا بس يمكن لقيتك يعني مش محصوره بس اللي هو مندمجه مع حد معين او الكلام ده او مع اشخاص معينه فيعني اللي هو في معنى يعني ايه ما بخافش عليك اللي هو يعني لما بيكون في حاجه عارف ان خلاص يعني مثلا مروان عارف ان هو بيفهم كويس مثلا فعارف بياخد باله يعني دايما ببقى عايزه اسمع رايك بس لما قلت لك يعني اخر مره حسيت ان انت يعني يعني مش زي كل مره فاهم متدقق لي على التفاصيل يعني كده سمعتها مره واحده فاهم لكن اخر مره انت قلت لي خلاص كويسه ومش عارف ايه وخلاص وبعدين انا اخر مره استعنت يعني بمروان بشكل كبير ورافائيل عشان الاكسنت اللبناني كمان لا وانا برضو انا كنت عايش في لبنان فتره طويله كنت استعيني بيه شفتي بقى عرفتي ان ممكن ما يكونش ليها لازمه في اوقات معينه الله. لا يا حبيبي اللي بيغني في اغنيه خليجيه هتنده لي تقولي لي اسمعها ولا تنده لعلي تنده لعلي لا طبعا هنده بس يعني برضو لازم حسك يبقى معايا كده ما اقدرش امشي الا بالبركه بتاعتك في الاكاديمي لا تعرفوا اكثر عن حياة ونشاطات الطلاب بدعيكم تدخلوا على www.starakarabia.com بريك صغير وبنرجع لاخبارنا منتابع أخبار الطلاب يلي ممكن تعرفوا الكثير منا إذا انضميتوا لصفحتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. خبيرة التجميل جيهان رعيدي زارت الطلاب لحصة جديدة من المكياج. بونسوار كيفكم؟ صباح وإنتو؟ كيفك منيح؟ الحمد لله. وين الصبايا؟ هاي كيفك منيح؟ كيفك؟ طلعوا تتحولوا لا ما حد حط تطلعي رح عيط لصبايك بليز اول شيء تنحكي شوي بشكل عام عن الحمره دائما الشفه الفوقانيه بدها تكون قد الشفه التحتانيه نفس القياس حتى لو فوق اصغر حتى لو فوق اصغر منكبره بس ما فيها تكون التحتانيه اكبر من الفوقانيه وفي شغله العالم عندها عقده الحمره انه الحمره راحت والحمره ما بتضاين والحمره ما بتضاين هيدا شيء مش مزبوط الحمرة فيها تضاين من 9 ل 10 ساعات اذا انتبهنا لها واذا ثبتناها بطريقه منيحه وما بيصير لها شيء وهول الصبايا اللي بشوفهم بالمطعم مثلا قاعدين بعشا بيشيلوا المرايه وبيزيدوا على الطاوله حمرة هيدا شيء مش مسموح ابدا وكثير عيب الحمرة لازم تضاين وما نعتلهم لو اكلنا ولو شربنا بتبقى ما بيصير لها شيء اوكي اليوم رح نتعلم ثلاث تقنيات عن الحمرة كيف منكبر شفافنا حتى لو طلعنا برات حدود تمنا من دون ما يبين انه نحن مكبرين اوكي والتقنية الثانية اللي اسمها اومبري بتجي غامقة على الطرف وفاتحة من النص هلا هيدي كتير موضة شفتها في اليوتيوب مزبوط بتبين شفاف قلبي اصلا في كذا تبس اعطيكم اياهم كيف يبينوا شفنا كبار ومقلوبين من دون ما حدا يشوفهم هول خدع بصريه بيقولوا لهم والتقنيه الثالثه مثل ما في كونتورينج للوجه في كونتورينج للشفاف كمان اوكي هيدي طريقه الكونتورينج للشفاف بخلينا نصير شفافنا شوي مثل انجيلينا جولي اوكي هلا بمين بدنا نبلش انا اوكي بموبيل بنحط فاونديشن تنشيل لون شفافنا اوكي ما بنحط الحمرة دغري على تمنا حطيت انا البيز ليكي انا شفافي قد وعدة من فوق كثير منيح فيها تكون الشفه التحتانيه اكبر من الفوقانيه بشوي صغيره بس ما فيهم يكونوا بالعكس الفوقانيه كثير غلط انه تكون اكبر من التحتانيه اوكي ثبتها انا بباودر عندنا فوق شفافنا فوق الحدود تبع الشفاف في زيح لونه بيج صح على هيدا الزيح دائما لازم نرسم الحمره تبعنا بحيث الشفاف احلى ساعتها بيطلع الشفاف احلى وارتب وما ببين انه نحن مكبرين هلا لما بال رح كبر لها شفافها بطريقه ما ببين انه هي مكبره انا كنت هيدي الطريقه كنت بدي استعملها لشانتال نرسم الشفه الفوقانيه ولا مره بنزال اوكي بطلع طلوع
هلا التحتانيه كيف من الزاويه بنزل نزول للاقيها وكمان في فاونديشن وباودر ثبتناها. هلا منجيب برونزر وين منحطه؟ هون تحت الشفه. ليه كذا؟ عشان يكبر. لا هيدا بيعطي خيال، بيصير مثل كانه شفتها قالبه مقلوبه وعامله خيال من تحت. هيدي تقنيه الكونتورينج. هلا بدي اقول لكم كيف بتنقسم. وبالباودر شو بيصير؟ هلا الباودر بتشرب الزيت اللي بقلب الحمره، بهالطريقه بتصير مات وبتصير تضينها اكثر. بتشوفي على الأصمل بالنص منحط زيح غامق. دايما بهالطريقة بتثبت الحمرة وما بصير لها شيء أبدا. طلعي شوي على المراية، شفتوا كيف غامق على الجوانب وفاتح من النص؟ برجع حمرة غامقة، كمان حمرة غامقة، بحطها مطرح ما حطيت الكونتور الغامق البلاينر الغامق. هذه الطريقة اسمها أومبري. هلأ كتير درج، احفظوها. مرسي كتير. مرسي لألكم. خليك فيها ما تشيليها. يلا أنا رح أمشي ببوسكم، بشوفكم بالبرايم. أوكي باي. Thank you. باي. منتابع يوميات الطلاب وتحديداً أخبار رفايال وحنان والمقالب يلي ما بتخلص بيناتهم، فكيف إذا دخل نسيم على الخط؟ وين؟ ما بمزح. أنت تركيني يا حنان؟ هلا بدي. أنا بدي تركيني؟ بدك تشوف كل شيء. أنا بدي تركيني. حنان ما لك حق. يموت يموت أحسن. مين بده يموت حبيبتي؟ مين بده يموت؟ والله حنان بحبك. حنان بحبك وبحبك وبحبك. بحبك يا حنان. عارفة أصلاً شو هو الموضوع؟ ما حدا قال لي انك انت مبسوطه. ايه والله العظيم، والله العظيم يا حنان. قربي شوي حبيبتي، قربي شوي، قربي شوي، ولا ما تقربي، ولا بتقربي حنان. خلي هيدا بحب طريقه مش مظبوطه يا ماما. احلى يا حنان. والله طلعني بحب الشاي. بحب لحالك روح، بحب لحالك. هذا سافر يعني عن جد. قول شو هالحكايه؟ ما كانوا الناس بيقولوا انه بيحكي من ورا ظهرك. جاموس راح تقابل جاموس عيني. يعني احنا جمايس. لا 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 خلاص خلاص. حنان جاموس. حنان جاموس. تركوا تركوا عن حنان. عارف القلب؟ رجعك رجعك؟ شو عن جد عم تحكي؟ والله 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 عن جد والله عم يضحك عم يكذب. يلا نروح نحن. وهي على عين هاي كمان صدق. حنان عم تتخنينا؟ شو؟ عم تخنينا حنان؟ لا ما عم تخنينا يا حنان؟ ايه بتخونك؟ عم تبعد عني كرمال هيدا؟ وشو بو هيدا؟ وشو بو؟ شو بو؟ اهدوا اهدوا خلص. تبعد عني. وشو بو؟ عم تبعد عني. ما لعبت دراما. عم تبعد عني كرمال هيدا؟ ايه وبتبعد عنك كرمال هيدا. حنان ضلك وراي ما تخافي منه. اخ اوكي تبعد عني كرمال هيدا. ايه هيدا. طب بدي كرمال حنان. عن جد؟ ايه عن جد. كمان مره رح نتوقف مع بريك صغير ومن بعده منتابع اخبارنا. منتابع يوميات ستار اكاديمي. الطلاب قرروا يلعبوا لعبة الصراحة والحقيقة. الجلسة كانت كتير صريحة لكن تخللها شوية قساوة بالكلام. يا جماعة اللي زعلان من حد يقول له. أنا ده سؤال. ودي لعبة اسمها لعبة الصراحة. الناس لازم تعرف إنها صراحة قوي يعني بجد. أنا صراحة مزعوج من سهيلة بشربة. إنه لما جيت حكيتي لي قلتي لي إنه أمك حكيتك عن حدا قال لك إنه بيحكي ورا ظهرك أو شيء كذا كذا.
قلت لي بنسكر الموضوع هون، انا سكرت الموضوع. انا مع هيدا الشخص ما تغيرت ولا 1%، ما حسستك ولا حسسته انه انتم حدا زعلان من بعضكم او في شيء بيناتكم او حكي عنك او حكي عنه. نزلنا على الجنينه لتحت، صارت تبين كذبه ورا الثانيه وكذبه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، انا ما حكيت. كيف اشتغل الموضوع؟ انك انت قلت لك الناس فاهمين انه انا حقرتك وفي وقت لي مروان وعلي وما بين وقفوا معك. الموضوع كيف اشتغل؟ الموضوع انه انا اولا لو يماك عيطت لك وقالت لك بعدي عن هذا الشخص اللي هو اسمه، خليني نكمل انا فهمت هكذا وكلنا فاهمين هكذا. قالت لك يماك بعدي عن شخص اسمه ايناس، اولا ما تقطعني شيلتك اسمه ايناس، ما بقول لك ايناس ابن بلدك، ما بعرف انا وش قالت لك يماك، انا ما بعرف وش قالت لك يماك. ما تزيديش تحكي معها. قالت لك ايناس ما تحكيش معها وربع عيبات. اوكي اربع عيبات 17 نعب اوكي اربع عيبات قالت لك يماك انت ما تزيديش تهضري معها. اوكي انت، انا شخصيا لو يما فهمت انه قاتلي بعد على بنت بلدك، انا هذا الموضوع ما نجبدوش لاي حدا، واذا عارف انه بنت بلدي انا هذا الموضوع ما نجبدو لاي حدا، نجبدو لشخص واحد برك. شكون هو؟ شوكاني. شكون هو؟ انا مشوكيه منك يا سهيله. خليني نكمل يا سهيله. مش شوكيه ما تعبريش عن احساسك، خليني انا نكمل بعدك انت قولي لي انت اذا كنتي شوكي ولا اليز ولا تكمل. عبك راح الحل، انتم زوج غير تهضروا، ما خليتوليش لانه الموضوع زعما تكملش لان انت قطعي فينا. خليني نحضر نكمل جمله مفيده وهضري. طولتوا بزاف الناس، ماكش شوفوا قطع فيا مقبل ريس كفي بس بدك بس خلي غير نكمل انا وفهمي انت وش حبيتي. طيب اوكي، لو كان يما قالت لي، عيطت لي في التليفون قالت لي انيس بعد عن سهيل ماشي سهيله، وانا نفهم باللي هي تحكي على سهيله، انا ما نروح نحكي لا هايدي ولا لا مابي ولا لحنان ولا لرافائيل ولا لنسيم، ما راحش نقولهم دقيقه، ما راحش نقولهم باللي هايدي هي بنت بلدي، بس انا ما نقدرش نحكي فيها وما نقدرش نقول فيها كلام سيء. العالم برا واش تفهم؟ العالم برا تفهم انه انيس قال اربعه انتوا اثنين. ايه لا 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 اثنين مش أربعة زينا مثلا مبروك. انا ممكن اقول ده ابن بلد او بنت بلد. ايوه شكرا احنا اولا اثنين. العالم برا وش راح تفهم انه انيس قال كلام، يعني قال كلام على سهيله ما يتقالش، ما يعرفوش برا ولا جوه، فاهمين انه كتكلم في سهيله في كلام وكلام مع انه انا ما تكلمت فيك الا لمدام ليسلي في الاكاديميه. اش قلتي لمدام ليسلي؟ انا قلت لمدام ليسلي، مدام ليسلي قالت لي كان طبعا كثير واطي هكذاك، مدام ليسلي صح كان طبعا كثير واطي. قلت له لانه نحن بريهرسز انا وسهيله كنا ندرب على شيء في الايفا طلع شيء ثاني سيتو، هيدا الكلام اللي قلته. بتعرف شو المشكله انه اليوم الانسان لما بده يصلح مشكله اول مره بحكي ما بيفرج العالم انه هو بده يصلحها، هو ما عم يصلحها، بالعكس هو عم يعقدها. يعني ما بتقعد تقولي انا هيدا ابن بلدي وعم بتسمع العالم انه هيدا ابن بلدك بتحبيه وكل شيء. كيف فيك العالم؟ انا يعني اصلا من جيت لعندي، طب جيت لعندي على الاوضه وانا وثقت فيك سهيله، ما عم خبرك خبريه ما صار في انا كمان عادي. وين المشكله لو حكيت لك مرتضى ما بحياته كان رفيقك على فكره مرتضى؟ يعني انت معقول تجي هيك تفتحي حديث مرتضى يا سهيله؟ ما انا عم بحكي، مش شايفتيني عم بحكي؟ انا وقعت لبنطار ما دقيقه ركزي معي. انا ما تقعديش تعملنا حمار. اوكي خليه يعمل. معقول سهيله تنزلي انت لحت على جنينه توثقي بشخص بثلاث ثواني تقعدي حده ويقول لك شو بك زعلانه؟ خبريه مثل ما هي. جيت لعندي انا ما في كونتاكت انا وياك، لا انا ولا مرتضى، مع انه مرتضى مش محتك بحدا بالاكاديمي عم بحكي. صح مرتضى. مش محتك باي حدا وهيدا شيء تعلق عليه. قاعده عادي صح، كنت مزعوجه كثير وكان مبين على وجهي. عم بشوف انه انيس بيقول انا هيك ما بعرف، ما بال بتقول له شو كنت عم بتقولي له؟ الموضوع ما هو سهل هالدرجه وخلص ولا تعصب. فحسيت انه الموضوع انه ما بال حكيت عن شيء او هيك الموضوع حسيتي. استنى أوكي. شو عملت؟ صرت عم سمعه انه يا انيس ليش تسمعيني ما تجيش تحكي لي ديركت؟ ليش تسمعيني ما تجيش تحكي لي؟ لا ليش انت ما حكيت لي بالاول انه معك حق انت بسرتي وجهه نظرك، انت قلتي له ليش ما حكيتني لإلي؟ هيدا موضوع راح
دفنيها الموضوع. انت ليش عم تنزلي تحت تسمع المرتضى انه انا شو سفادي هو ابن بلدك؟ انت ما عم تسمعيه، انت عم تسمعي العالم اللي برا. ايوه هو حدا بتحبيه، هو حدا يا سهيله. ايوه شكرا مروه. موضوع عم تفسري مع حدا، كيف بحكي مع حدا متنرفزه منه، متنرفزه منه وشاكه بشيء؟ يعني انا لو حكيت معه اكيد ما راح اطلع معه باي نتيجه. عم تسمعني مروان؟ ليش هو ما حكاني بالاول وقال انه غلطت؟ لا هو اللي حكى من وراي وقال انه انا نزلته في سهيله. ما تفهميش حق الناس، ما تفهميش حق الناس. ليش اجى حكى سهيله؟ بالاذن بالاذن غسيل شنطال 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 رفايل بالاذن بالاذن يا خيي مش عم نكبر الموضوع. بس ليش يا سهيلة نزلت يا سهيلة؟ ايوه نزلت عند مرتضى يا سهيلة. جيتي جيتي لعندي مدام ليسلي، بس جيتي لعندي خبرتيني نزلت لعند مرتضى. عم تسمعي انيس اللي قاعد حدك، عم تسمعي من خلال مرتضى انه انت حدا بتحبيه، هو مش شايف انك حدا بتحبيه. تعالي لعنده خبري ليش ليه هالسيناريو يا ناس. انا لا ما حكيش في سهيلة في ظهرها. انت مش معقول ان امك تقول لك انيس حكى في ظهرك. هيدي هذا الخبر انا ما صدقوش. اوكي ثانيا حاجه ثانيه اللي صارت انك انت رحت حكيتي مع هايدي، رحت حكيتي مع مروان، رحت حكيتي مع مرتضى في وقت اللي كان لا كان كنت قادره، الا كنت حابه تصلحي الموقف كنت قادره تجي تقولي لي انيس ماما قالت لي هكا عليك. صح انت درت هكذا، انا ما نشرح لك الموضوع. انا ما هدرتش في الاكاديمي للشخص، انا ما هدرتش في الاكاديمي للشخص. قلت له بالليك سهيلة عملت كذا وكذا، انا ما دخلتش الموضوع. انا كنت مستعد اني فوت نوميني، فوت بالحيط وما نقولش انه انت عملتي كذا وكذا وكذا. انا وقتاش تكلمت انه انا حكيت باللي انت غيرتي الطبقه عن قصد او مش عن قصد، انا نعاود فيها، انت غيرتي الطبقه في الايفال، انا حكيت هذا الشيء في الجنينه. علاش؟ لانه سمعت انه الموضوع تكرر اكثر من مره. ما بالك قالت لي بليك انيس اليوم سهيله حكتني في ستيج، اليوم سهيله حكتني في ستيج انا تمك عصبت، قالت بليك انيس او يحكي على ظهري انا تمك عصبت. قلت او كيفاش سمعت هذا الحكي؟ قالت لي هذا الموضوع ما يلزمنيش هذا القد. انا نسمعك في نفس الوقت تحكي مع مرتضى تقولي له ولد بلادي ما تسمعينيش سهيله هذا معاك. دوكا نقدر نحكي انا؟ لا ما تقدرش تحكي، انا مازال ما كملتش باسكو هذا العام مازال ما كملتش. اكيد تقطعي فيا، اكيد تقطعي فيا. خليني نكمل، خليني نكمل، خليني نكمل. مروان جاء صفك في وقت اللي قال لي هو انه انت ماكش غلطان. اوكي وناس فهمت انه انا غلطان وانه مروان وقف معك، وانا ما نويت اقول على الهواء انه انت ما انت مش غلطان، انه انت غلطانه. ليش ما بشع صورتك بوقت انه هو تبشعت صورتك؟ انا تبشعت صورتك، انا حكيت بستيج مش هون، انا حكيت بستيج قلت انه انا سهيله كذبت مره اثنين ثلاثه وانا بعدني ساكت. كفي حديثك بس. ليش سهيله؟ ليش سهيله؟ مره جايه اذا صار مشكله مثل هذا، اذا صار مشكله، اذا ناس عيطوا لك، اذا انت كش ما تكون راح تهدر اهدر لي ليا، وهذه هدرناها من قبل. انا نهدر مدام ليسلي وش حبيت، نهدر لي بخوف وش حبيت. انت ما تدخليش روحك، انت ما تدخليش روحك. انا نهدر وانا نروح تدري مدام نقول لها دار ودار وعمل اقول وش حبيت السيدي بخوف. إذا بدكم تربحوا سفرة لبيروت لتكونوا حد الطلاب بالبرايم لازم تشاركوا بالمسابقة عبر www.cbc-eg.com. خلونا نتوقف مع فاصل صغير ونرجع من بعده للأخبار. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي ومنرجع للعبة الصراحة بين الطلاب يلي فتحوا خلالها قلوبهم لبعضهم وخبروا عن الأمور يلي زعجتهم. المرة الجاية سهيلة حتى ما ندخلش في متاهات تانية، ما تحاوليش تفسري موقف بحاجة تانية. اسمعي انت دوكا واش قلتي؟ هاشتاج اني سقط من عيوننا على المغاربة والجزائريين. لا اسمعي انت عملتي مشكلة قد الدنيا سهيلة. مش حلوة يا سهيلة، لأنه هلا اني مشكلة في عالم مشكلة آخر حرام. أنا مشكلة آخر على فكرة. أنا لو كانت نيتي منها منيحة ما بحكي قدامه هيدا الحكي يا سهيلة. صدقك على الهواء. طيب أنا بحكي بعادي بصراحة. في كلام قبل ما حنطلع لازم ناخذ بالنا منه. أيوة أنا بحكي هذا كلام خطير. مالهاش علاقة بالطبيعة، مالهاش علاقة بالطبيعة، ليها علاقة إن في كلام. أنا شفتها هنيك لحظي من الملايين، لحظي من الملايين اللي بتتفرج عليكي، الملايين اللي بتتفرج عليكي مش كلها بتفهم كل حاجة صح. طيب خليني كمل. في ناس ما بتبقاش الموضوع واضح لها، بتاخد أول تعبير بيتقال وبتاخده بتفهمه. أنا
وفي ناس بتفهم كويس وفي ناس بتصبر لغايه الاخر عشان خليه يحكي. طيب خليني اكمل لك، خليني احكي. انا هاي الكلمه اللي قلتها لانه شفت كومنتير علي، يعني فاهمين الكومنتير علي، اوكي تعليقات، وشفت تعليق من الشركه كاتبينه هاشتاج من تحت من تحت، قلت ممكن علي لانه علي. يعني ما اخذته موضوعنا، ما موضوعنا مش من شايفته كبير لدرجه انه يكتبوا هيدا الشيء. خليني اكمل له، ماني شايفه الموضوع انه كبير لحتى يكتبوا هيدا الشيء صراحه، ماني شايفته كبير هيدا. هن متى بعثوا لك هيدا في عيد ميلادي؟ بعد متى حكيوا على السوشيال ميديا بخصوص الخبريه؟ قالوا انه مرسي لانك اشرح هذا الشيء بس. فقلت انه يمكن لانه ما صوت لسكينة هاي كتبوها. اوكي كاتبين سكينة خط احمر، كاتبين سهيلة خط احمر، أنيس سقط من عيونه. والله ما اعتبرتها هيك. أوكي. سهيلة يا سهيلة عن جد؟ بعدك يا سهيلة بعدك عم تاكل بطريقة مش منطقية. أنا شخصيا لو اجاني هيك بوستر عن رافائيل أو حدا من ابن بلدي ما بحطه هون بعلقه بكبري. لا استني اقعدي هايدي هايدي اقعدي انا ما ولد بلدي ما ولد بلدي مين ما كان يكون ما استني شنطال هايدي عن جد اقعدي ما قلت لك شخصيا فرحانة أسفة. أنا فرحانة؟ أنا أسفة جدا بس قلت لك المفروض ما قلت لك هايدي أنا راح أحط فيها على لا حول ولا حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. كوني صريحة بس ولا كلمة. كنا قاعدين أنا وأنتي هونيك هايدي استني كنا قاعدين أنا وأنتي شفتي آخر مرة قلت لك بصي بدي أسكرها هاي بدي أحط عليها شيء قلت لك بهذا الحرف قلت لك هاي كذا أقسم بالله كنت قاعدة علي وينه علي هلا شوفوا علي يعني لو أنا أقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل احلفي بالله العظيم وعلى المصحف ان انت كنت مش بتشاوري على هاشتاج قلت لك شوفي وانت بتبتسمي انا اقسم بالله ان شاء الله اموت دلوقتي يا رب انا بحلف براس امي انا بس خلاص يا امي بحلف براس امي بس انت طب انت قلت لي هغطيها والله حكيت لك كنت انت وعلي قاعدين جنبي لا اقول لك على حاجه قلت لي انا قلت لي انا قلت لي علي 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 تعال تعال قالت لك هغطي استني 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 أنيس 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 الكلام ده خليني كمل خليني نهدر خلاص نحن نقف الموضوع بلاش نهدر عليه 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 بلاش كنت فرحانة بي لكن انا قصدي على الهاشتاج بس يعني طيب تعليق. كيف انا ببتسم وبروح للعباس انت وريتوني انا كمان وريتوني ايه ايه فرجيت وريتيني انا فرحانة ده الوحيد اللي سهيلة يعني شوف انا عبريت كده شوفي اذا يعني الناس ازاي زبالة ما خدت بحاجة زي كده زبالة سوري بس عم بتفرجيني اياها ايه سهيلة عم بتفرجيني اياها ومبسوطة انا مبسوطة كنت مبسوطة لما فرجيتيني استنى فا سوري شيلوا هذا الهاشتاج وأنكم عملتوا مجتمع ابن خالي ابن خالي ابن بلدي ابن خالي ابن أنت هلا أمي شيلي أمي خزقيها هلا يلا إيه بخزقها طب أمي خزقها طب ما أمي يلا بخزقها جيبي جيبي طب ما أم لا مش أنا بدي أجيب لك إياها أنت بدك تروحي أمي تجيبيها طب إلا طب ما نحن قعدنا اليوم تنحل مشاكل ونوم عن الطاولة حاطين مشاكل دي كمان شو كان فيها كم فيها سقطت ايدينا دينا سقطت سقطت انيس برضه يلا 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 لا 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 كاميرا انت بتحب انيس وانيس بيحبك يلا ما عندي ولا بيني ده بيني ده بيني ده برافو بصوا بعض بصوا بعض بصوا بعض بصوا بعض لا 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 انزل بص على راسها بص على راسها يلا بصها يلا 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 ما ممكن تتخيلوا فرحة الطلاب بس توصل البيتزا على الأكاديمية مثل العادة توميتو ماتيك بيتزا وصلت للطلاب دليفري بيتزا بيتزا بيتزا
بيتزا بيتزا بيتزا. حسن تقع هتقع حبيبة قلبي. ثانك يو. أحسن بيتزا. الله الله. ثانك يو دول وريك. اليوم نحتفل بعيد الاستقلال المغربي مع توماتوماتيك. تحية توماتوماتيك. تحية لقاع المغرب. توماتوماتيك يا مدلعنا هيك يا مأكلنا. رجعوا الطلاب بعد البرايم على الأكاديمية ومعهم رجعت الأسئلة والتكهنات والتوقعات عن أدائهم ومصيرهم بعد السهرة. كثير ذكية ما حدا حس وحياتك ما حدا حس بالفرق يعني انا لاني بعرفها الغنية بعرفها حافظها يعني ايه لاني بعرفها انا لاحظ انه في شيء ناقص بس كثير ذكية منك انك سكتت وطلعت نظرت الموسيقى لفتت فيها هو الشامس وحياتك ما تعملي لي هيك انه ما اقتنعوا ان شاء الله ان شاء الله يا شانتال ان شاء الله بس دوماش ما فليتش وشك ما ظهرش كنت محضر لك غنية قاعدين لك اياها بالباص ها انا مبسوطة قوي يا رب تكتمل بكره بعد الشراره يقول لي حلو بكره يعني شو كنت كيف كيف حبيبي الله حبيبي يلا روح شوف الدنيا انبسط شفت كيف كنا عم نحكي له انه انبسط كنا عم نحكي يا جايز انا مروان جايز انا مروان البارح كنا نحكي كيف كان ينصحني لما اسافر وشو اعمل اليوم طلعت توب 1 حبيبي انت لازم فجمعت الجاي انا بدي انصح مش دينا سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وابعثوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وابعثوني سلام امانه والنبي سلام امانه وشو امانه والنبي الله 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 شكرا حيت شجعتوني وشكرا لكاع اللي ساندوني سواء الفنانين المغاربه اي واحد اي واحد ساعدني وصوت ليا انا كنحماق عليكم الله يخليكم ليا ولا يخليكم عليا وشكرا حيت شجعتوني وان شاء الله ما نخيبش امالكم وان شاء الله غادي نخدم على راسي ونكون قويه وتسناوني في ليفال غادي نحضر شي حاجه ما كايناش وما دايراش كاع كنحماق عليكم انتم حياتي هيدي كانت كل اخبارنا مشاهدينا بكره حلقه جديده وجوله جديده على اخر اخبار الطلاب لاقوني باي باي انا قلبي انذبح من حرقت عليك ردي وراك الباب يلا كمان معك على خدك كرج رج على معات بلدي دمعات عينيك قلبك على غياب جرح معليش انا قلبي انذبح من حرقت عليك الله معك ردني وراك الباب ترم تررا يا لا لا يا لا